نعم يعني دلوقتي انت اكيد انت عامل صفحتك عفوا على الفيسبوك يوميات زوج مشاكس، وعندك عدد كبير جدا من الرجال انا بشوفهم طبعا على الصفحه. انا معظم الناس اللي بقابلهم الشباب اليومين دول يقول لك انا ما عنديش شقه، او انا رحت اتقدم لواحده فقالت لي جيب لي شقه منفصله، لا مش عايش مع مامتك، او تعالى اجر شقه جنبنا، فنلاقي سعر الشقه يوصل ايجارها مثلا في الشهر ال 1500 جنيه و2000 جنيه، يطلعهم من فلوسه من الراتب اللي هم ممكن يعيش بيهم حياه كويسه، وممكن يكون الراجل الوحيد وهيسيب والدته لوحدها. إيه والله بقى؟ انا شايف ان هي يعني انا من وجهه نظري، ما هي نظر شايفه ان مامتها مش كده، لكن لو جوزت واحد ممكن تكون مامته كده، مش فاهمه ليه. لا والله بصي هقول لك، هو مبدا من المفروض الاصول بتقول ان الست اللي شاريه الراجل وعايزه تعيش معاه حياه كويسه، وشايفه ان الراجل ده مستقبله قدام هيبقى كويس، ومتعلقه بيه ومستعده تعمل له سبورت وتقف في ظهره، انا شايف ان هي تعيش معاه تحت اي وضع. ليه؟ لان وارد ان انا هجيب لها يا ستي النهارده شقه وهتعيش لوحدها، وعملت حادثه ورجلي اتقطعت ولا خسرت فلوسي في البورصه وفلست واضطريت اعيش في الشقه، واضطريت سوري قصدي ابيع الشقه واعيش مع خلاص ده ظرف طارئ بقى، ما احنا مش يعني بيقول هو لك إيه؟ هو هنا مش غاسل ومضمن هقول لك بقى يعني. هو هنا المبدا واحد بنتي في امثله صح؟ لا ده انا في الامثال عجبك قوي على فكره. لا هو هنا بالنسبه لي انا شايف ان المبدا الكونسبت واحد، وهو انا هعمل سبورت للراجل ده قبل الجواز وبعد الجواز، وهبقى في ظهره وعلى الحلوه والمره معاه واعيش ولا لا؟ هتلاقي دايما كلمه طب افرض مامتك كانت يعني من الامهات اللي كانت سوسه بتقول عليها، وارد يعني اللي هو ايه هنا بقى يجي الذكاء اللي هو تخليها تكسر البندق وتشوف سنها. لا شعرها دي قديمه قوي، ده فيلم ابيض واسود. ما هو انت برضه بتتكلم على ظروف قديمه. لا خلينا نتكلم في ماشي، ما انا بقول لك في الواقع اهو النهارده، حتى لو ان في مضايقات ممكن تحصل للست بسبب حماتها هي بذكائها، كلمه الحلوه صدقه يعني هو تكبر وتعدي. طب انا هقول لك قصه لطيفه. طب ممكن قبل ما تقول قصه سؤال بسيط والله عشان هو مرتبط باللي قالته اسماء برضه او اللي انت قلته كمان. انت بتقول ايه الراجل لو هو كويس واخلاق وطموح، في رجاله بقى ممكن توعد فعلا معلش يا حبيبتي مؤقتا هتقعدي مع امي، ويقوم مريح بقى في القاعد خلاص بقى ده دي كارثه، ولا في شقه ولا برضه انا شايف من وجهه نظري ان الست طالما هي ناوية قرار من البداية ان انا الراجل ده هعمل له سبورت في اي حالة، وما يخدعهاش برضه وانا اعمل له سبورت ويطلع كذاب. هي دي الست يا مها اللي احنا بنقول عليها انا عايز ست تعيش. طب استني تيمور ارجع لسنه برضه ده هيجيب مشاكل. طب انت عامله ده هيجيب لك كذاب. بصي قال لك هجيب لك شقه وما جابش. ايوه ماشي، ما هي خلاص هنا بقى. هل هو معلش هل هنا في سؤال هنا مهم، هل هو يقدر يجيب وما جابش ولا الظروف حكمت كده؟ لا يعني الستات يعني الموديل الاصيل ده اللي هو مش موجود موجود ليه بقى؟ السيدة اللي بتضحك هو موجود بس مش انا هرجع لك بجد.